بالنسبة لنا شيء مهم جدا أن يكون لنا تمثيل أو سفارة ما تفتتح هنا، هذا دليل على أننا في الطريق الصحيح وأن دولة فلسطين إن شاء الله ستكون حقيقة واقعة في المستقبل القريب على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية. نستعدون للقاء السيد ريفلين في أي وقت كان على أن نحضر لهذا اللقاء. نحن لسنا ضد أي لقاء مع أي إسرائيلي، نحن طلاب سلام، عندما نقول نمد أيدينا لا نمدها في العلن ونعيدها في الخفاء، يدنا ممدودة في العلن والخفاء لكل إسرائيلي من أجل السلام، وبالتالي مستعدون للقائه، نحضر للقاء ونحن جاهزون.